السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وحشتوني، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، على طول بتوحشوني، وعلى طول بيجي لكم كل جديد من ملعب دودي سبورت. قبل ما نخش على كل جديد، وقبل ما نخش على فيديو اليوم وحلقة اليوم، عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إن شاء الله إلى 30,000 لايك، وبننجح بيكم وبدعواتكم، ويا رب دايما أكون عند حسن ظنكم في كل جديد بنقدمه لكم، وكل حلاوة من حلاواتكم، وكل حاجة بنقدمها لكم من ملعب دودي سبورت. وعندك أول لينك على الانستجرام، وعندك الفيسبوك مع دودي سبورت في اول كومنت، وانت خش واعمل اللي انت عايزه، ومعاك يا ابو الكباتن. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بيكذب وبيقول هنخش على المفعول، وهنقول اللي بدرس كارترون يقترب من الاتفاق السعودي. كده بقى نخش في المعمعه ونخش في الجلاشه. هنخش في المعمعه ونخش في الجلاشه. النهارده بدرس كارترون بيتكلم وبيقول خلاص الجمهور كله جاب عبء عليا، وانا دلوقتي بقيت عقله على الفرقه، وبقيت عبء على الجمهور، وبقيت عبء على مرتضى منصور. خش على الجمهور وهيحبك مرتضى منصور. بص يا ابو كباتن، بدرس كارترون يقترب رسميا من الاتفاق السعودي على 200,000 دولار. 200,000 دولار جايين لباتريس كارتيرون علشان يمسك الاتفاق السعودي. وبنقول لك على حاجه، انت عايز تمشي ما تمشي من بدري، لكن ما تعقدناش وتجيب عبء علينا من اللعيبه. اذا كان مين بقى؟ اذا كان عمر السعيد ولا محمد افغاني ولا سيف الدين الجزيري ولا حازم اللي بطل كتر اصاباته ولا شيكا اللي عنده 90 سنه ولا اوباما ولا رؤى ولا ايه يا عم، في ايه؟ دي انت جايب عبء علينا، دي انت جايب حاجات غريبه وبتحصل علينا، وكده انت بتخلص علينا بطريقه فظيعه. انا مش قادر اقول لك بعد النهارده ما تعين اسامه نبيه مدرب عام واحمد عبد المقصود للجهاز الفني. كابتن مدحت عبد الهادي يا جماعه شغال بلطجي، كابتن مدحت عبد الهادي بيزق الولد بشكل مش لايق، بيزق الولد بشكل فظيع، بيزق الولد بيقول له هات يا عم الكوره وروح، انت ركز في الماتش يا ابو الكباتن، انت مخرج بره تركيزك بره الماتش ازاي؟ وانت اصلا خلاص انت على وشك كف عفريت اللي انت كده كده اصلا ماشي، ولا انت كان ليك دور؟ اسمك دور عم البلطجي. وامير عازم مجاهد بيحب يبقى ياكل عيش، ولا ليه اي دور في الجهاز؟ انا مش عارف. انا مش عارف بصراحه، الناس دي يا جماعه والله العظيم يا جماعه بجد، والله العظيم والله العظيم الكرة دي أكل عيش بشكل فظيع. لما تخلي مدحت عبهادي يبقى مدرب عام، وأمير عزم مجاد مساعد مدرب، والناس فعلا يا جماعة بجد بجد حياتها انتهت في الكورة، حياتها انتهت في الكورة. ده أمير عزم ده مدحت عبهادي ده كان ماسك من السنين فرقة الأمارية قسم ثالث كمدير فني هناك، وتيجي من تحت لفوق مره واحده، من ثالثه لممتاز تبقى مدرب عام، ولعيبه نادي الزمالك يا راجل ده انت حاجه على، لا انت حاجه صعبه قوي يا راجل، انت حاجه صعبه قوي يا راجل، اللي انت تضرب ولد وتضرب طفل وشكلك يبقى وحش قدام الجمهور، خليت الجمهور كله يهيج عليك بشكل مش لايق. انا نفسي اعرف انت عايز ايه. خلاص احنا نقول لك فرصه سعيده جدا، انت وامير عزم جاهر هتبقى مع اللعيبه اللي احنا قلنا عليها دي ان شاء الله باذن الله. كده احنا عايزين نقول اللي احنا عايزين مدرب كويس، وعايزين نفوق من الغيبوبه اللي احنا فيها دي، علشان بجد احنا تعبنا بجد يا جماعه، احنا تعبنا. جمهور الزمالك تعب، جمهور الزمالك جاب اخره من الناس دي، جمهور الزمالك واخد على الفوز دايما باستمرار، لكن انت بقيت بتتغلب من فلان وعلان وافريقيا والكلام ده كله. انت الثالث في مركزك بترو اتلتيكو الانجولي والوداد، وانت يا راجل ده يا راجل ايه ده يا عم ده؟ ايه يا جدعان الكورة دي؟ دي كورة اقسم بالله اسهل منها مفيش. ابقى كسبان في ماتش 1-0 ويجي الماتش عليا يتقلب عليا 3-1، ايه ده؟ قبل ما اقفل معاكم، علشان انا بصراحة لما بتكلم في الكلام ده انا بتعكنن وبتضايق، والواحد بيطلع عن شعوره بصراحة، علشان هو بيشوف حاجات غريبة بصراحة. بصراحة يعني الدنيا سهلة جدا، لكن احنا اللي مصعبين على نفسينا
والجهاز الفني مصعبها علينا، واللعيبه مصعبها علينا، والاداره مصعبها علينا، يعني كل حاجه من كل الحالات او من كلا من كلا الاتجاهات، يعني بصراحه كل الدنيا صعبه علينا وما هيجي الدنيا بصراحه. انا قبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 30,000 لايك، وبننجح بيكم بدعواتكم. 30,000 لايك، يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم ودايما بنقدم لكم كل جديد. انتظرونا ان شاء الله باذن الله في باقي الصفقات اللي هنتكلم عليها الحلقه القادمه باذن الله تعالى من ملعب دودي سبورت. بشكركم، سلام عليكم.